أن إيران قررت كسر إرادة صدري. هناك محاولة إيرانية، يبدو أن إيران أخذت خيارها، تريد أن تصنع مثل ما صنعت عام 1989 في حرب الأخوة ما بين حركة أمل الشيعية وحزب الله اللبناني، حينما كان حزب الأمل هو في صدارة الواجهة مشهد. الشيعية في المشهد اللبناني. أرادت إيران أن يكون لحزب الله هو من له الصدارة، فدخلت هذه الحرب الأخوة من 88 إلى عام 1990، انتهت بأن يصبح حزب الله هو في صدارة المشهد الشيعي اللبناني، وأمل في المرتبة الثانية. صحيح أيضا كان في صراع سوريا، سوريا كانت تدعم بآنذاك أمل، وإيران كانت تدعم حزب الله، وهو صراع ما بين دولتين أيضا في ذلك الوقت. إيران تحاول أن تنقل هذه التجربة بصياغة أخرى، أنه قررت على ما يبدو هي لا تحاول إنهاء التيار الصدري، هي تعرف من الصعوبة إنهاء التيار الصدري، هي تحاول تكسير أجنحة التيار الصدري من خلال وسائل، سياق ديني الحائري، سياق سياسي تشكيل حكومة من دون الالتفات إليها، سياق أمني بدعم الإطار بالسلاح يعني بمختلف الأطر، يعني الأمنية المعلوماتية المخابراتية، وحتى في ضمن السياق الاجتماعي سياقات متعددة تعمل وفق هذه الأسس من أجل أن يكون الصدارة للإطار. صحيح الآن هناك بعض الاختلافات، جمهور كبير، أمل في ذلك الوقت بدأ الإطار يعني القاعدة الشعبية تتململ منه مع صعود حزب الله، لكنه هناك تشابه كبير وهناك إرادة إيرانية، إيرانية تعمل ببراغماتية بهدوء لتحقيق أغراضها، لسبب أساسي هو محاولة أو غايات أساسية. هذه الغاية تعتقد أنه آن الأوان لأن يتصدى الإطار التنسيقي لصدارة المشهد الشيعي، ومنها أن يكون هو الحاكم، الحكومة تكون بيده. لكن هذه الرؤية، هذه التحليل، أكيد أنت تستند على جملة من الوقائع والمعطيات. صحيح. في مرحلة سبقت هذه المرحلة، الإيرانيون، الحكام، القادة الإيرانيين بالأجنحة على مستوى الخارجي ومستوى الحرس الثوري ومستوى التنظيم مال الجناح الآخر من الإيرانيين، الجناح المسلح، اختبروا الإطار التنسيقي، والسلطة كانت بيد الإطار التنسيقي، وخذلوا الإيرانيين، المراهنة من جديد على حصان خاسر بالنسبة لإيران. تعتقد ممكن أن يراهنوا على الإطار كقوى مسلحة وكقوى سياسية من جديد؟ إيران لم تعد تثق بالقوى السياسية التقليدية التي يمثلها الإطار، لا السابقة، هي في الإطار، هي حتى في الإطار لا تدعم جميع الإطار بصورة، حتى دعمها متفاوت، هي تدعم قوى السلاح ذات العقيدة الولائية اللي هي القوى السياسية اللي حدثت بين عام 2018. أنت تعرف إيران تحاول تكيف المتغيرات لصالحها، يعني على سبيل المثال هذا الصراع الشيعي الشيعي هو صدام حتمي. لماذا؟ لأنه صدام حتمي، حتمي. الصدام الشيعي الشيعي آت لا محالة، وسجلها علي إذا لم تحدث هذا. لماذا؟ مو من فراغ، مو قول إنشائي. قبل بعد 2003 بعد الاحتلال إلى آخره كانت قوة شيعية قليلة، مجلس أعلى، حزب الدعوة، فضيلة، صدري، فضيلة، قوة قليلة، كانت تقسيم مناطق النفوذ واضحة، يعني هي قسمت مناطق نفوذها واتفقت فيما بينها. بعد ظهور داعش والجهاد كفاية وظهور الحشد، قوة الحشد تحولت إلى إلى قوة سياسية اعتمادا على السلاح، فتكاثرت القوى السياسية على نحو كبير الشيعية، أصبحت قوى بحدود 64 قوى حقيقة، وكل قوة تريد نفوذ وسلطة ومال. مساحة التسويات في الساحة الشيعية لم تعد كافية، لأن الموارد تبقى محدودة، وهناك تفريغ متزايد للقوى السياسية الشيعية، وبعض القوى السياسية الشيعية استمكنت أماكنها التقليدية
فبالتأكيد وين راح يصير؟ أكو مجال حيوي تتحرك فيه، تحاول الذهاب إلى هذه المناطق والسياسة القضم يعني step by step، خطوة بخطوة. هذا بإيش أدى؟ يؤدي بالتأكيد إلى صدام ما بين القوى التقليدية اللي ماسكة المصالح وإلى آخره، وما بين القوى الجديدة الطامحة للاستيلاء على القرار السياسي والاقتصادي والأمني. أنت تلاحظ هذه القوى السلاح بدأت تدخل في الاقتصاد، لكن الإطار ليست فيه قوى سياسية جديدة. لا لا، قوى السياسية بعد 18 كلها جديدة، كلها كثير هي موجودة على الأرض. لا، لكن انتقلت قوى السلاح، كتائب حزب الله انتقلت موجودة. بالجديد موجودة، لا موجودة كقوة سلاح بعيدة عن السياسة، الآن دخلت السياسة، لكنها لديها سطوة في الحكم ولديها تأثير في القرار ولديها أصبحت وجود. لا، الآن أصبح تحول وظيفي من النظرة البعيدة إلى المشاركة في القرار السياسي وفي الدورة الاقتصادية. أرجع إلى الرهان الإيراني على هذه القوى. نعم، الآن على ماذا تراهن إيران على هذه القوى على أن تعيد إنتاجها حاكمة مرة أخرى على حساب التيار الصدري الذي يمتلك قاعدة لم يستطيع الإطار أن يمتلكها حتى لو بعد 400 سنة؟ صحيح. شنو هذا الرهان؟ على ماذا يستند؟ يعني هناك عدة قلت لك خطوات تستشف منها أن إيران قررت كسر إرادة الصدري. أولا حركة الحائري في الاعتزال. وأنا أتفق مع ما قاله الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، قال إنه هذه ليست اعتزال، ليس اعتزال وإنما عزل. يعني الحائري ورقة سياسية طبعا لسحب الشرعية من التيار الصدري. طيب. وثم مطالبة بأنه نحن نعلم معظم المقلدين تيار صدري هم الحائري، ومطالبة هؤلاء المقلدين بتقليد المرشد الأعلى الخامنئي. هذه أهلأتت من فراغ هذه اللحظة. لماذا تم اختيار هذه اللحظة؟ لا شيء، هناك قلت لك سياق ديني وسياق سياسي وسياق أمني وإلى آخره، كلها تعمل في موازات. إيران تتحرك بذكاء وببطء، ما نستبعده هو الأقرب. طيب.